بودكاست الدائري الرابع برعاية زين عالم جميل. هذا البودكاست حق كل شخص ما يعرف شنو يعني بودكاست. شعابي وستيكس شابين يسكنون بمنطقة طل على الدائري الرابع، وهو الشارع اللي قضوا أغلب عمرهم يترددون عليه، فخلوا اسم لهذا البودكاست اللي بيكون طول أيام شهر رمضان على إذاعة وتلفزيون المارينا. الشباب بيقضبون الخط معاكم يومياً بالدائرة الرابع، بيفترون على أبرز محلاته ودهاليزه وإعلاناته. ترى من صدنا الدائرة الرابع شيء كبير بكل ما فيه من زحمة ولوية أوادم وهرنات السيارات وبنايات وعمارات، لكنه يبقى إنه معلم عمراني شامخ بالديرة، تعودنا نمر عليه ونشوفه، لكن بشهر رمضان هالسنة بنسمعه مع شعابي وستيكس. حياكم يا الربع، تفضلوا على هواكم. مارينا اف ام داير ويلكم باك يا جماعة الربع، بودكاست الدائر الرابع على وين؟ على تلفزيون وإذاعة المارينا. يبا مارينا وصلنا بالزيز، وصلنا ومبارك عليكم الشهر، كل عام وانتم بخير. وشنو رمضان كريم. رمضان مبارك. رمضان كريم. هذه نفسها بالعربي بس بالانجليزي، يعني ترجمت. ايوه، بسرعه الترجمه عندك توصل، لان احنا البودكاست يعني مستمعينا من جميع الثقافات ومختلف الخلفيات. صح، يعطيكم العافيه. معاكم ستيكس وشعابي. ستيكس انا، عطهم صوتك. شعابي هذا صوتي حق اللي ما سمع. شعابي اي. ستيكس اسمه عزيز. عزيز. وشعابي اسمه ناصر. ناصر تقدرون تسمونا يعني اذا شفتوني بالشارع. اي عرفت، شعابي او ناصر مقبول، كل شيء يمشي. اي كله يودي، كله يودي. احنا اليوم معاكم في اول ايام الشهر الفضيل. أي. شهر رمضان الكريم. احب اقول عاده الله علينا وعليكم بكل خير وامان. حلو، ايش رايك؟ وقوية عزيز، صح؟ انت متدرب عليها؟ لا صدق، يد كذي يعني، ترى تحسب له يا جماعة. اي امبروفايزيشن. اي انا بس ودي اقول قبل ان بلش، ابي انوه عن شغلة. احنا بلشنا اقصد. أي. ان قبل ان نخش بالموضوع. أي. ان بالحلقة هذه نبي نتعرف عليكم وتعرفون علينا، نبي نعطيكم انترودكشن حق بودكاست الدائر الرابع. بس اول شيء احب انوه حق الناس اللي قاعد تشوفني الحين عن طريق الفيديو. أي. عن طريق تلفزيون مارينا. كلمت المخرج قبل الحلقة وقال لي ان الكاميرا تزيد 30 كيلو. اي بس ما زادتني. يا ما تشتغل عليك، بس تشتغل علي. انا تشتغل عليك. اي فيعني معلش اذا كان ترى انا بالصج ضعيف. اوكي، بس حبيت اوصل هذه الفكرة. يعطيك العافية حبيبي. حلوة حلوة فكرتك. حاضرين. شعابي. ليش احنا هني؟ ايش قاعد نسوي؟ عزوز يعني نبي نقدم لهم بودكاست. بودكاست. اي شنو بودكاستنا هذا؟ بودكاستنا اسمه الدائر الرابع. انزين. حلو. البودكاست رقم واحد حق جميع الناس اللي ساكنين على الدائر الرابع. خط طويل هذا. خط كله. إيه؟ ووصلت الدوحة. إيه؟ وطريق الجهرة. والحين يقول لك وصلوا معانا على الدائر الخامس بعد، قاموا يشبكون يعني عندهم. أي. فوق تحت. اي صح، صار في فوق تحت. انبلى. زين. اي عطنا يا شعابي هذا البودكاست حق كل الناس اللي ما تعرف شنو يعني بودكاست. هذا البودكاست لهم. هذا كلهم الناس اللي ما تعرف شنو يعني بودكاست. هذا البودكاست لهم. هذا البودكاست لهم. حلو. طبعا معاكم شعابي. شعابي من وين متخرج؟ طبعا خلينا نعرفكم على نفسنا. احنا شنو؟ عرف على نفسك بما ان الحلقه الاولى وانتم اول مره يمكن تسمعونا. صح. اذا ما كنتوا من القدم نبي نعرف نفسنا عليكم. ونتعرف عشان يصير الوضع حبي ودي. انا اسمي ناصر. درست في كندا. كندا يسمونها ذا جريت وايت نورث، الشمال الابيض العظيم. وايد برد. حسيت من قلت ذا جريت وايت نورث انا صار فيني برد. اهو برد. انزين. ودرست تخصص اسمه علم اعصاب وصحه نفسيه، اللي هو دراسه المخ. دراسة الجهاز العصبي. الجهاز العصبي يقول لك دراسة العلم وراء سلوك الانسان. ف يعني هذا التخصص خلاني فتح علي باب اللي هو الصحة النفسية، ولأنا قبل ما كنت أدري شنو يعني مشاعر، ما كنت أعرف يعني. أوكي. لما بلشت أراجع أخصائي نفسي. كان قبل عبالي بس في مشاعر واحدة، ثنتين، جوعان ومعصب.
ما عندك عطشان بتنام. ما كنت أدري. بعدين طلع إنه لا، ممكن تكون حزين، ايه؟ ممكن تكون وحيد، صح. ممكن تكون مستانس، ممكن يطلع وايد وايد، ايه؟ وساعات يعني ما لهم ليبل، ايه؟ مرات يعني ما لهم اسم، ايه؟ تحاول تكتشفهم، تحاول تكتشفهم. صح كلامك. معاكم ستيكس. ستيكس أنا عزيز، ايه؟ درست في الولايات المتحدة الأمريكية. حلو. في الغرب، أقصى الغرب. حلو. ولاية كاليفورنيا. حلو. منطقة نورثريدج. سلام. في جامعة كال ستيت نورثريدج. حلو. درست هندسة كمبيوتر. انزين. انزين. بس الحين قاعد أسوي بودكاست. نفس ما له شغل. ما أدري ما له شغل. بس يعني أنا أحب أصنع محتوى على الإنترنت. مهتم بالتكنولوجيا. حلو. أحب التكنولوجيا. حيل. حيل. هو عزوز يا جماعة بجروبنا. وأحب الفاشن. ويحب الفاشن. عزوز بجروبنا هو المسؤول عن تلفوناتنا، كمبيوتراتنا. ايه. مسؤول عن ضاع تليفونك. انا الاقي عزوز يلقى. اخترب انا صلحه. اي. تبي جيل بريك؟ شخبار جيل بريك؟ جيل بريك تذكر؟ اي والله ايام ايام. احس اني شايب لما اقول جيل بريك. اي يعني. انا ودي اقول لهم بعضا من هواياتي. تفضل. شنو هواياتك؟ بزيز انا حارس مرمى كرة قدم. معروف عنك. اي. إيكار كاسياس. اي. من وانا صغير حارس مرمى، لان يعني تعرفون الجسم كان يساعد، كنت اسكر الجول. مو لهالدرجه، بس انه اسهل حارس مرمى. اسهل شيء. تذكر قبل بالمدرسه الجول كان صغير. ايه؟ فوايد سهل انك يعني تنط وايد مين. تروح يمين يسار. يمين يسار. اهم شيء لا تخاف من الكره. لا. واحب بوكيمون. زين. انا احب بوكيمون صدق، بس مو كثرك يعني. انت حافظهم كلهم؟ اي. ال 126 صح؟ 151. الحين وصلوا كنا 1000. لا ما اعرفهم. اي مو مشكله، نعدي نعدي. واحب اغاني الهيب هوب. الهيب هوب. فن الهيب هوب. فن الهيب هوب. انا يسموني ناصر هيب هوب. ناصر جانرتك هيب هوب. هيب هوب. حلو. انت شنو نوع الاغاني اللي تحب تسمعها؟ كل شيء. كل شيء. هيب هوب، روك، راب، اي دي ام. حلو. اللي تبي اسمعه. بس احنا يعني معلش، احنا شويه ثقافتنا انجليزيه. زين. خلينا نقول لهم سالفتنا ان احنا لما شلون تعرفنا على بعض انا وعزيز. تفضل. تفضل. مايك لك. اي. هذا الموضوع حلو يا جماعه الربع. لما كنا بالابتدائي، زين، كنا انا وعزوز بمدرسه بريطانيه. زين. بالكويت. صح. حلو. طبعا احنا ليه رابع ابتدائي وهو ليه اولى متوسط. زين. أيه. بعدين خذونا وحطونا بحكومه. ليش؟ خلصت الفلوس. خلصت الفلوس. نشف الجيب. نشف الجيب. الوالد يالي وقال لي بس يا ولدي تعال. ايه. وحطنا بحكومه. عموما نعرف بعض من المدرسه الخاصه هذه، كنا بثالث ابتدائي. صح. تعرفنا على بعض. وبعدين صدفه ان لما طلعونا من الخاص رحنا الحكومه، ولا الاقي عزوز بالمتوسطه ياكل صمونه خس لا مو صمونه خس، صمونه زعتر. صمونه زعتر مالت المقصف. شكو ليش قلت خس؟ ما ادري. ما ادري. من المقصف. من المقصف. ايه. كانت فطيره اي صمون زعتر. صمون زعتر مو فطيره. اوكي. ترى وايد في فرق بين الفطيره والصمون. صح صح. ايه. اذكرها فطيره تنحط بالفرن. الصمونه اللي فيها اصبع جبن يعني تقدر تقول كان فيها، يعني المفروض جبن. المفروض فيها جبن. المفروض فيها جبن. إيه. بس ما هو من جبن يا شيخ. اي. فمشينا مع بعض بالمتوسطة وبالثانوية. وبعدين لما رحنا درسنا برا هم تمينا على تواصل. كل عطلة اي لو ييلي وكذي. فلليوم احنا مع بعض. شنو اللي انسبايرد اس، اللي خلانا نبلش البودكاست؟ اي. في يوم من الايام الزلم دق علي. اي. قال لي عزوز انا بيسوي بودكاست. قلت له ها شنو يعني بودكاست؟ كان يقول لي هذا بودكاست حق كل الناس اللي ما تعرف شنو يعني بودكاست. اي صح. قلت له كذي بالضبط. قال لي شي. كان يقول له اوكي تعال الديوانيه. حلو. وياني الديوانيه. شرينا مايكات. اي. حطينا المايكات. بطلنا اللابتوب. وضبطنا السيت اب. ضبطنا السيت اب. زين. وقلنا شنو؟ داير داير. ويلكم باك يا جماعه الربع. أيه. وبلشت واتفقنا انه يعني يكون شيء اسبوعي ونستمر فيه، وشوي شوي بنينا قاعده يعني. صحيح. وصار لنا على فكره صار لنا سنه وشهرين. اي. من بلشنا البودكاست. بلشنا البودكاست 1/1/2021. حق اللي قاعد يسمعنا سنه و4 اشهر. اي. حق اللي يسمعنا لاول مره، تقدر تدش جوجل بس اكتب بودكاست داير رابع وبيطلعوا لك كل حساباتنا وكل مكان تقدر كل تسمع مكان البودكاست. يعني تبطل الثلاجه موجودين احنا. اي. انزين شعبي. Good. شنو انسبايرد يو؟ وات انسبايرد يو تو دو ذا بودكاست؟ يعني شنو الشيء اللي شجعني؟ شنو الهمني؟ الهمك. شوف عزوز، انا لما درست التخصص هذا كان في صحه نفسيه. كان اول مره بحياتي اتعلم شيء اسمه صحه نفسيه. حلو. فلاحظت بعدين بعد ما تعمقت بالموضوع ان بالكويت
ما عندنا وعي كافي وممكن ان نزيد الوعي. حلو. في مجال وفي ناس بالكويت يعطيهم العافية يحاولون ينشرون الوعي بهالموضوع، بس حسيت ان لغة الخطاب او طريقة توصيل الرسالة ما قاعد توصل حقنا، خصوصا جيلنا احنا. يعني قصدك هل معناته أنه ما كانت توصل عن طريق التواصل الاجتماعي ولا شنو قصدك؟ لا أنا أقصد مثلا لما يعني أنا رأيي الشخصي أيه؟ أن في بعض الناس المختصين لما يتكلم زين ممكن أنه يستعمل في بعض المرات مصطلحات صعبة. حلو. أنه ما تكون مفهومة حق كل فئات العمرية. أي فيعني أنا قلت اللي أبي أسوي بالبودكاست ودي أسولف عن الصحة النفسية بس بشكل خفيف لطيف. لطيف مهضوم. مهضوم طابع كوميدي. صحيح. مغلفة بالكوميديا عشان مرات تكون كوميديا سوداء. دير بالكم. اي مرات تكون كوميديا سوداء صدق. حلو. يعني انت نشر الوعي. اي هذا يعني what inspired you. تبي تنشر الوعي عن الصحة النفسية وانا اللي يعني inspired me to do this with ناصر جعابي ان نبي نطرح قضايا يعني تخص المجتمع. نبي نسولف، نبي ندردش. وانا انسان احب اسولف. حيل. وانت انسان تحب تسولف. انا وعزيز يا جماعة احنا اللي اذا دخلنا الديوانية انا وعزيز مع بعض فريق الكل يقول اوه وصلوا يحطونا ترى هذا يعني ترفيع. اي وكلهم يقعدون يتجمعون علينا. شوف كاميرتك وقول هذا ترفيع. هذا ترفيع زين بس معلش انتم مشوا ويانا شوي. بس نقعد والكل يقول عزوز وناصر سولفوا يلا تكفون. بس احنا بيننا هذا الكيمستري وقلنا يعني خلينا نبلش بودكاست. اتوقع الحين اللي قاعد يسمعونا بالديوانية قاعد يجلدونا جلد. حيل. من عياله تكفى. شنو بودكاست داير الرابع تكفى اللي على الدائر الرابع الحين ابي هرنات دين. يا جماعه اللي على الدائر الرابع يدق هرنين. اللي قاعد يسمعنا الحين بالحلقه هذه هو على الدائر الرابع هرنين بس هرنين. اي اذا كنت على الدائر الخامس ترك له وها لا ترك الا اذا انت حاره يسار تكفى. اي حاره يمين نص لا ترك لو سمحت. هو صدق في ناس اشوفها ترك بالنص ما يصير. انا ما ادري شنو يعني مفهوم انك ترك. انا بقول لك شغله تعلمتها انا بس اني اللي اعرفه ان لما ترك يعني قصدي لما احد يترك لك علشان يعني يتوخر ويطوف. اي بس في لها يعني طريقه ثانيه. انا اقول لك احنا بالكويت عندنا اذا واحد ترك لك يعني وخر. حلو. يعني لا تطلع انا أي. بمر. بس بامريكا لما واحد يترك لك يعني طوف. اي عكسها. لما اول مره سكت هناك يعني كنت حيل متوتر. حيل متوتر. أي. عرفت اللي قاعد امشي ماسك كان بيدي الثنتين طالع يمين يسار my hands on 10 and 2 you know. اي 10 and 2 الساعه 10 و2 10 and 2 زين لازم اطالع يمين اطالع يسار فبطلع من لفه واشوف سياره جايه وقاعد يترك لي ويخفف. انا قلت هذا قاعد يترك لي بس ليش قاعد يخفف يعني بيترك لي يعني بيطوف بسرعه. صح. دايس فقاعد يخفف والله كان اطلع خلاني اطلع. أوكي. صدمت انا قلت يعني هذا شيء لازم اتعود عليه. أي. لان انا كنت اسوق انا اترك عشان لا تطلع يعني دربالك انا جاي دربالك وخر انا مشوت بالنيسان. اي هناك غير. عزوز انا بس ودي اقول لك شغله. انا قول. سويت ريسيرش خفيف قبل بدايه الحلقه وجيت ابي اطلع شنو اصل كلمه بودكاست. شنو اول شيء بودكاست بالعربي احنا تعلمنا بعدين ان معناتها مدونة صوتية. اي فهذه معلومه لكم يا المتابعين الحلوين. ايه. اللي ما كان يدري بودكاست بالعربي يعني مدونه صوتيه. وترى احنا كل بودكاستنا قبل كان صوت. هذه اول مره نطلع. ايه. صوره صح. صوت وصوره. اي وشنو عبر اثير اذاعه مارينا اف ام. تلفزيون مارينا اف ام. صح انزين. فيقول لك كلمة بودكاست نفسها يت دمجوا فيها شغلتين. بلش البودكاست سنة 2000 لما نزل أول آيبود. أوكي. فخذوا كلمة بود من الآيبود. أوكي. إنزين. وخذوا كلمة برودكاست خذوا منها كلمة كاست. حلو. فشبكوهم مع بعض. بودكاست. إيه. سموها بودكاست لأن الآيبود كان أول جهاز ينزل فيه ال سيرفيس بودكاست نزل فيه يعني. صح. بس ايش اخباري؟ وين طلع هالمعلومه قديمه؟ اليوم شفت لقيتها بمقاله. بس انا بسالك اذا الحين بسالك بقول لك شنو الفرق بين برنامج اذاعي وبودكاست؟ يعني شنو يطري ببالك؟ اللي يطري ببالي ان البودكاست عباره عن مستمر بدون تقطيع. زين. والمدونه الصوتيه هذه يكون فيها حوار ونقاش. اي اما البرنامج الاذاعي ممكن يكون يعني very specific. اوكي
ما أدري صلح لي إذا أنا لا أنت صح اللي قلته. أنا بيزيد بعد إن مثلا البودكاست ما يكون ملتزم خلينا نقول بخط معين, تقدر تتكلم عن أي شيء تبي. صح, في وايد أنواع بودكاستات, في مثلا بودكاست علمي, بودكاست يتكلم عن موضوع معين, بودكاست مصارعة, اي في بودكاست صح صح. احنا بودكاستنا عبارة عن conversations, محادثات بس, محادثات حوار ونقاش. انا وعزوز نسولف انزين, وانتوا تقعدون تلقطون السوالف ويانا. اي بس مو تبقون سوالفنا عادي, انا محلل. انت محلل؟ محلل خلاص, احلل وياك. اللي يبي ياخذ السالفة ياخذها ويروح. احلل وياك. حلو. جماعة احنا كل يوم في شهر رمضان الفضيل على إذاعة مارينا اف ام من الساعة 12 إلى الساعة 1, 12 منتصف الليل اي إلى الساعة 1, معاكم ستيكس وشعابي. شعابي أبي أقول كلمة بخصوص أن هذا البودكاست حق كل الناس اللي ما تعرف شنو يعني بودكاست. حلو. تخيل أنك داش هوتيل. حلو. والهوتيل عالم من البودكاستات. حلو. كل طابق في بودكاست. إحنا الريسبشن, احنا اللي قاعدين على الطاولة. انا وما يدشون بودكاست ريسبشن تي قاعدين. حلو. لو سمحت هويتك لازم بطاقة مدنية. لازم بطاقة مدنية. حلو. زين, واذا ما عندك بطاقة مدنية عندك تطبيق هويتي. صح, عادي. ونعطي ابليكيشن يعني حتى ليس ناخذ. حلو. زين, واحنا نفتح لك الباب تروح تشوف عالم البودكاستات الاخرى. اي يعني هذا البودكاست حق كل شخص ولا عمره سمع بودكاست من قبل. صح, بلش معنا بهذا. بلش. اي نعطيك شو اسمه. زين, انا ودي اقول لك شيء ثاني الهمني. قول لي. لبدايه البودكاست. قول لي يا جماعه. انا مثل ما عرفته وانا انسان احب اسولف. اي زين, اتوقع واضح هالشيء. بس بلش الموضوع من كنت صغير. يعني لما كنت صغير كنت خجول. زين, كان فيني رهاب اجتماعي يعني, فلما يحطوني عند ناس غرباء كنت انسحب ما اتكلم. بعدين علموني من وانا صغير انه ما يصير انت صبي وتستحي. اوكي, فهذه الذكوريه السامه ما لها شغل. اي بس مو مشكله, ما يصير صبي وما لازم تتعلم تسولف. فانا صار الرهاب الاجتماعي اللي عندي, بدال لا انسحب واصير خجول, اول ما احس بالتوتر او القلق على طول حلجي تبطل واسولف من وانا صغير. اوكي, فبالغلط كبرت على هالموضوع ولين تعلمت شلون اني اركب جمل. يعني انت الحين متعايش مع هالموضوع؟ طبعا. الموضوع عندك يعني عادي. عالجته وحولته الى بودكاست. يا سلام. حولت التراما الى بودكاست. الله عليك. الصدمة النفسية تحولت الى بودكاست. اي اي. اقول لك ان باخر سنة بالجامعة وانا كنت بكندا قعدت افكر بيني وبين نفسي, قلت يا اخي انا ما اشوف نفسي انسان اكاديمي. زين, ابي اسوي بودكاست, ابي ادش مجال الاذاعه, ابي الانترتينمنت بزنس. تبي مجال الترفيه والاذاعه. ايه. الترفيه. اوكي, هذا اللي كنت ابي. يعني بتصنع محتوى. ابي اصنع محتوى. انا اذكر كنت تبي تسوي قناه باليوتيوب. صح. زين, انت بتسوي رياكشنز او سمثينج لايك. اي من زمان كنت ابي, وبعدين استوعبت ان انا مو انسان اكاديمي, خصوصا ان تخصصي كان عشان تكمل فيه لازم تكمل ماستر. اي زين, شهاده يسمونها اكاديميك ديجري اللي لازم تكمل, بكالوريوس بروحه ما يسوي شيء. صعب ماستر. ها. اي, فانا قلت لا حج, ماستر فيه ابحاث ودراسات وريسيرش, مو ايه. جوي كلش ما اعتقد. اي باخر سنه بالجامعه رديت الكويت, حاولت اني ادور ناس يدشون معي بالبودكاست, لين لقيت الاخ اللي قاعد قدامي الاستاذ ستيكس. ايه. وافق وبلشنا البودكاست, ولين وصلنا مثل ما انتم تسمعوننا حاليا عبر اذاعه مارينا وتلفزيون مارينا اللي يطالعوننا بعد. اللي يطالعوننا. حلو. يعني احنا بودكاستنا راح نتكلم فيه على شنو؟ عن الصحه النفسيه مثلا, المواضيع. ايه. اوكي, اول شيء الصحه النفسيه ديفينتلي. حلو. قضايا تخص المجتمع. اي, قضايا اجتماعيه نبي نحاول ان يعني هذا كونفرسيشن. حلو. نبي نتكلم, شوف اوبن كونفرسيشن. اي, يعني المواضيع اللي ودك تسولف فيها مع your parents, والديك. احنا نبحث عن الانفتاح الفكري. سلام عليك. صح صح, هو لازم يعني لما نسمع مواضيع عن الصحة النفسية ما نكون يعني مسكرين الباب وما نخلي الموضوع ما ناخذ الموضوع بانفتاح فكري. لازم يعني شوي حبه نفهم طبعًا الموضوع, نجزئه. حق اللي قاعد يسمعنا وما يدري شنو يعني انفتاح فكري او open minded, يسمع الكلمه وايد. أي. يمكن عنده مفهوم خاطئ. بكل بساطه الopen minded او الانفتاح الفكري معناته عندك القدره انك تتقبل الاختلاف.
بس إيه. تقبل الاختلاف إيه. بس مو شرط توافق إذا ياك واحد قال لك إنه هو يسوي تصرف معين أنت ما توافقه بس تتقبله صح أوكي أنت قاعد تسوي أنا ما أوافقك بس إتس أوكي يعني مو شرط تهاجمه أو بالضبط ما تسمع له يعني وكذي ونحب نشارك تجاربنا أي عدل أنا عزوز إنسان أحب أشارك تجاربي مع الناس وأسمع تجاربهم كذي أتعلم صح أنا أؤمن إن كل شخص جديد تتعرف عليه يعرف شيء أنت ما تعرفه بالضبط لو منو كان صح. أي لو منو كان شنو ودك تشاركنا بتجربة تجربة والله ماكو تجارب حاليا تطريب بالي بس انه يعني ودي المواضيع اللي نرجع على موضوع المواضيع اوكي حلو قلنا صحه نفسيه ودنا قضايا مجتمع يعني مثل شنو يعني مثلا في ظاهره حلوه اللي هي الخوف من ان يفوتنا شيء صح هذه حلوه هذه حلوه اي وايد ناس هذه يعني مثل ما انتم شايفين الحين الكل بالسوشيال ميديا 24 ساعة اي عدل ولا لا عدل الكل ما يبي طوفه شيء صح لايكات 24 ساعة بوستات ما تطوفك ايفنتات تروح ايفنتات لازم ما تطوفك اي فهذا يعني مثل ما نقول ان زرع فينا خوف ان شيء ممكن شي يطوفنا فانت ما تبي اي شيء يطوفك وهذه ظاهرة لازم نتكلم عنها يا شعب راح تكون حلقة عن الموضوع لازم نسويها حلقة كاملة اي صح صح عرفت ونبي بالنهايه نبي نعطيكم محتوى ترفيهي يعني شيء تسمعه يرسم الابتسامه على وجهك وانت رايح بسيارتك ما ادري وين وانت راد وانت رايح تفتر تتمشى بالسياره تسمعنا وبعدين عندك سالفه مثلا حتى لو اذا سمعتنا نقط قطه مليقه اي يعني طوف وطق هرن اي طق هرن اذا قطه مليقه طق هرن طق هرن او مثلا يعني عطنا ابو هذه اوكي حلوه بس لا تعيدونها سامج السوالف مره نايمه يا ابوي مره نايمه مره نايمه يا ابوي كوميديا سوداء اهم شيء الكوميديا السوداء اي وداكنه هذه من الشغلات اللي راح يلقونها بالبودكاست حلو هي كوميديا سوداء ولا داكنه السوداء اللون الاسود داكن صح اي بس لان بالانجليزي يسمونها دارك كوميدي دارك كوميدي يعني كوميديا داكنه كوميديا داكنه فمو سوداء مو بلاك كوميدي اي كتبوا لنا بالكومنت بالعربي اسمها كوميديا داكنه ولا سوداء سوداء ولا داكنه ايه؟ انا اقول داكنه انا اقول سوداء حلو شعبي انا عندي لك سؤال يحيرني ايه؟ ودي اسالك اياه قول لو تقدر ترجع بالزمن لما يكون عمرك 18 ايه وتقابل نفسك عمره 18 شوف شعابي شي صغير تو طلع الليسن ومحترقه ايه بس انا احب اقول يا جماعه احنا راح نستعمل مصطلحات ايه مرات ممكن تكون قريبه عليكم ايه مثل محترقه ايه بس تشرح على الخفيف والسريع شنو محترقه محترقه يعني بدال لا نقول مولعه ايه نقول محترقه احسها يعني معبره اكثر عرفت بس نرجع لموضوع سؤالك اي الحين لو ترجع بالزمن حق شخصك انت عمرك 18 اي وتشوفه قدامك شنو ممكن تقول حق نفسك الله يا عزيز والله شوف صراحه راح اقول له شيء صدق يعني شنو بقول له مو غلط انك تطلب المساعده اذا تحتاجها حلو يعني نايس. انا اي يعني الحين عمري 28 سنه باخر 10 سنين تعلمت بال يعني بعد مواقف صعبه حيل بعد الاطراقات اكلت اطراقات اي إيه قبل كنت لا سالفه اني بعتمد على نفسي وما حد إيه. اقدر اسوي اموري بنفسي لين دشيت بالطوفه صح اللي قلت لا ما اقدر شفت الطوفه شفت الطوفه اي يعني. قبل كنت اشوفها علامه ضعف انك تطلب المساعده من شخص صح لا مو علامه ضعف كلش ابدا بالعكس احنا كبشر يعني نحتاج بعض اي يعني كمجتمع اي احنا مخلوقات اجتماعيه نحتاج بعض صحيح نتواصل وكذي زين شنو الشيء اللي الناس يفهمونك فيه غلط الشيء الناس تفهمني غلط اي شنو الشيء اللي الناس يفهمونك فيه غلط والله يمكن تقدر تقول ان بعض الناس ما تاخذني عبالها انا ما اخذ شيء سيريس بالحياه انزين بس احس السالفه ان انا يعني most of the time ما اخذ نفسي سيريس اوكي ما يعني ما ادري احس ان الدنيا ما تسوى عرفت على كل شيء بس يعني ما يصير تكون في مواقف ما يصير تكون فيها مو سيريس انا قاعد عشان اقول لك في بعض المرات ما اخذ نفسي انا سيريس اوكي فهمت بس لا في مواقف شيء بس اتوقع انه كذي انا انسان دائما اشوف الشيء الكوميدي
الجانب الكوميدي بكل موضوع. أو هل هذا ريسبونس فروم تراما؟ والله هو إيه آلية التكيف هذه. آلية حق الطفولة. إيه. حق الطفولة عارف آلية التكيف كانت أكل وكوميديا. وكوميديا. بس. صح وكمبيوتر. ضحك وأكل وكمبيوتر. كذي مشينا الليلة. كذي تمشي الليلة حيل. سلام عليك. إنزين. قولي يا شعابي. انت عزت لك فقرة الأسئلة. عزت لي وايد فأنا عندي لك سؤال الحين. اي لو عندك آخر وجبة على كوكب الأرض. اي شنو راح تكون؟ آخر وجبة بالحياة. تشيكن فلي. كثر ماينيز. الله عليك. وجبن. اي تشيكن فلي كثر ماينيز وجبن تكفى. دبل بطاط بيبسي. اي طبعا البطاط وبيبسي معاها يعني. اوكي تفضل مايك لك اسألني. راح أسألك عزوز السؤال اللي عندي مجموعة أسئلة لحين ما اخترت السؤال بس راح أسألها السؤال بعد ما نرجع من البريك. أوكي. بودكاست الدائري الرابع راجع لكم بعد البريك. بودكاست الدائري الرابع. شنو كابتن عندك الخال صح؟ ايه بس خلص الجيم. خلص الجيم. لا بس خلص. خسارة فيكم لدلاغ واللابتشين. انت كفوكم انقض كم بطين. سلام على اغاني الكلاسيكية هذه. حط الجنجفة هذه معطينا اياها زين. خوش جنجفة هذه ترى تاخذها حق الدوانية بعدها على طول. من صدقك انت موديها الدوانية على طول. ما تقعد ميانا هي والراوتر. انزين انا قلت برجع واسلك السؤال الحين يا ابو زيد. تفضل. انا برجع اسلك نفس السؤال. ابي اشوف اذا انت عندك فكره عن الموضوع. لو شفت نفسك عمرك 18 سنه شنو تقول له؟ تيشو راح اقول له شنو راح تقول له؟ تيكو ريلاكس مان. ريلاكس والله ريلاكس. ما كنت ريلاكست. كنت مشدد بحيل. راح اقول له ريلاكس. everything is going to be okay. حلو. يعني كل شيء راح يكون اوكي. عيش اللحظه. أوكي. لا تعيش بالماضي ولا تفكر بالمستقبل. عيش اللحظه. لان شوف انا بعطيك يعني شوي كلام حلو. شوف طال عمرك لما تقعد تفكر بالماضي. اي انزين يعني dwell on the past. راح ياثر عليك بادائك بالحاضر. اوكي حلو. ولما تقعد تفكر دائما بالمستقبل شنو تبي تصير شنو تبي تسوي انت ما قاعد تسوي شيء انت بس قاعد تفكر. اوكي يعني افهم من كلامك تبين اقعد بالحاضر. لا يعني مو بس تقعد بالحاضر. فكر بالمستقبل بس طبق الحين. طبق بالحاضر. أوكي. مو كله تطبق تقول بعدين بعدين بعدين. اوكي هذا اللي يسمونه بروكاستينيشن ما ادري ما. حلو دينيشن التاجيل. تاجيل لا تؤجلوا عمل اليوم الى الغد. صوتي داعي. جرب. ويلكم باك يا جماعه الربع في بودكاست الدائري الرابع. انزين شعابي تفضل بعد شنو السؤال اللي بعده. والله عزيز انا تسالني. انا عندي 200 سؤال ودي صراحه. طبعا ما راح نسال 200 سؤال بس انه يعني ابي يتعرفون علينا المتابعين. اوكي انزين انا بسالك السؤال الاول. تفضل. شنو لونك المفضل؟ هذا اسال سؤال يعني. أيه. الحين عبالي انا بتسال سؤال صعب. لا نبلش بشيء خفيف الحين. خفايف. اي ازرق. زين شنو السبب اللي يخليك تختار اللون الازرق؟ ما ادري احس لوني يهديني. حلو. عرفت ان لما اشوف اللون الازرق اهدأ. أوكي. اصير انسان هادئ. اوكي يعني مثلا سياره زرقاء ممكن. اوكي او الطوفه زرقاء. اوكي عرفت. القلم ازرق. حلو. انت شنو لونك المفضل؟ ما يحتاج. شنو؟ بنفسجي. الله. قولي ليش؟ ليش؟ يا ابو عزيز انا انسان اشوف الحياه ورديه. حلو. زين بس لان اللون الوردي لون يعني انثوي شوي. تدري الذكوريه السامه تاثر علينا. ايه. شوي. فقلت اغمجه شوي واخليه بنفسجي. قلفته انت. اي قلفته. شربكته. حيل. زين. كمل. زين. عطني سؤالك. لو عندك شو يسمونها هذه اله التنقل عبر الزمن. اي. تروح للماضي ولا المستقبل؟ شوف انا قبل كنت اقول ابي اروح للماضي بشتري كل البيتكوين. حلو. زين حلو. بس قلت ليش يعني الحين ودي اروح المستقبل. ابي اشوف شنو بيصير. بس ترى خوش فكره انك ترجع بالماضي وتجمع كل البيتكوين.
اوكي انت الحين مرسم على البيتكوين. انا ما ابي ارجع اقول لك اللي بيرجع يصلح اغلاطه واللي ما ادري شنو واللي بيرد حق حبيبته. لا 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 اوكي انت تبي ترجع حق البيتكوين. انا ابي ارجع باخم البيتكوين كله وبحطه بجيبي واقفل عليه. حلو عرفت وتصير مليونير الحين. لا زيلياردير. هذا فوق المليونير والبليونير. زيلياردير انزين رقم غير موجود. اي حسيت توك مالفه. اي انزين شنو اول شيء تلاحظه بالشخص لما تقابله يعني لاول مره؟ هندامه. يعني شنو هندامه؟ يعني اشرح حق يعني از هي ويل درست. يعني هل شكله مرتب ملابسه وكذي إيه؟ ولا جاي من لعب كره؟ اوكي عرفت؟ يعني هم في نوعين من البشر حق الناس اللي ما تدري. يا انك مرتب يا انك جاي من لعب كره. يا انك مرتب يا توك جاي من لعب كره. عرفت؟ إيه. فالشباب اللي هني ولا واحد انا شفته يعني من لعب كره كلهم مرتبين ما شاء الله ما شاء الله. وانت مرتب يعني ايه. ما حد يلعب بدشداشه. لا ما حد كأنك ايه. اول يوم العيد. هذه القطه قطها مايك ترى مايك بلته عليك صيد شنو ايه. وانا بكتها شكلك كأنك اول يوم العيد. اي صح سمعتها عشان يعني محلق وشي ايه. طبعا احب اعطي شاوت اوت حق فاروق. فاروق يعني فاروق ضبطني. من فاروق حلاقي ايه. بخمس دنانير زين شعر ولحية الله ويطلعك شنو معرس أرخص من حلاقي وشنو يحلق لك وين ما تبي. يعني مرات يكون الصالون زحمة ايه؟ ياخذ كرسي ويحطه برا بالشارع عادي ويقعدني تمشي الليلة يقول لي لحظة قوم في سيارة في سيارة تبي تطوف يقول لي قوم شوي تديد اي أخذني وهذا انزين عزوز لو كنت جماد زين شنو اوبجكت يعني بتكون شنو بتختار؟ السؤال سؤالك صعب حيل. سؤال صعب صح وايد. لحظه شلون يعني اكون جماد؟ انا انسان. زين انا هيومن مان. زين انت عندك سؤال تسالني؟ انا بسالك سؤال. تفضل. انت الحين قلت تحب الهيب هوب والراب. اي متى تعلمت هالشيء؟ متى بلشت تحب الهيب هوب؟ والله عزوز انا اقول لك شوف لما كان عمري يمكن 12 سنه اي ايام المنتديات ايه؟ اكتشفت ان في منتدى راب عربي. زين ودخلت كنت دخلت الراب. اي دخلت الراب وتعلمت شلون تسجل. اي طبعا رحت محل كمبيوتر مال الجمعيه. زين اللي المايك كان ينباع بدينار. حلو. اللي تلبسه دلاغ عشان يعني عشان الصح يعني استديو يعني استديو تلبسه دلاغ وتقعد تسجل تعلمت تنزل برنامج وحط لك لحن وما ادري شنو تشك 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 بوم وتنزل لك الاغاني. اي ومشيت يعني. وهني انت تعلمت تسجل. اي حلو وهندس وكذي. فبعدين هذه الشغله اللي ساعدتني بالبودكاست لما بلشت البودكاست. فكنت تعرف تسوي هندسه الصوت وكذي تسجيل يعني حلو. بشكل بيسك يعني ممتاز. هو اللي ممتاز. ساعدني حيل بالبودكاست. انزين وشنو كان اسم اول اغنيه سويتها؟ صدق شوف انا اقول لك ولا ما كنت تحط يعني تراك لا بس لا مره كنت مسوي يعني اغنيه هادفه اتكلم فيها عن ان احنا نغني راب واحنا تونا يدد بالخليج بس انه راح نرفع راس الخليج بالراب ويصير له اسم لانه كان شيء جديد للحين. اوكي هذا اي سنه الحكي؟ 2007 شيء بس لم تضبط معنا. اي لم تضبط معكم. ولما دشيت هالمجال اي هل كان في منافسه بين الناس يعني بالمنتدى؟ يعني ايه كان في منافسه بين الرابريه مثلا؟ طبعا يسمونكم رابريه طبعا. اي طبعا بس تدري هو لان الراب هو الراب شوي فن مغضوب عليه. ليش؟ اتوقع لان في البعض شوي ممكن يستعمل كلمات بذيئه. اوكي فصار الصوره النمطيه عن الراب كله انه بس كلمات بذيئه يعني. حلو فيعني انا ما كنت اقول حق اهلي انه ما حد كان يدري اني اغني راب. أوكي. لما كبرت يعني عندي اغاني ترى من عمري 12 سنه اقدر اسمعك اياهم الحين. الله عليك. الله خلاص بعد الشو نسمعهم. بعد الشو بعد البودكاست سوري. زين شعابي لو كنت كاركتر ايه بكتاب فيلم مسلسل منو راح تكون؟ شوف انا راح اجاوبك على طول اقول لك اكوامان. ايش معنى اكوامان اللي تحت يسبح تحت الماي وكذي؟ ايش معنى عارف اكوامان؟ انا اقول لك شوف لما كنت صغير ايه؟ زين كنت اروح البحر ويا اهلي وكذي. فلما كان عمري 4-5 سنين امي كانت تقعد يمي عليال على الشاطئ زين وتطالع البحر تقول لي شوف ناصر انا لما كنت صغيره كنت حوريه داخل. الوالده ماشيه فيلم عليك. ماشيه فيلم. حلو. وتقول حلو بعدين جوها. بعدين تقول يدك ويدتك دشوا البحر خذوني من امي وابوي الصجيين ويابوني عندهم. صجاد. اي والله
امها وابوها الصجيين اللي هم يعني حوريه اي هذول ها. فانا من وانا صغير دائما بمخي ان انا امي حوريه فانا انتمي للبحر. اوكي. فدائما حلمي ان قوتي الخارقه تكون اني اسبح تحت اتنفس تحت الماء. يا سلام. يعني هذا كان افضل شيء عندي. فما توقعت الاجابه هذه منك. صدق كلش كنت متوقع يعني. ما ادري قلت بتقول لي يعني بصير باتمان. انزين انت شنو لو عندك قوه خارقه شنو تختار؟ تنقل شنو؟ عبر الزمن. اي بترجع الماضي تجيب البيتكوين. اي بالبيتكوين قلت لك. بس فكر فيها. انزين انا اسالك سؤال ثاني. قول شنو الكواليتي الميزه اللي تبحث عنها لما تتعرف على صديق؟ الصراحة. حلو. تبي إنسان صريح. ما أبي واحد يجامل. أبي يقط بالوي. أوكي. تقعد تجامل وتلف وتدور ما له داعي. أي أنا أحس. تعرف الشعور لما تعرف على واحد يعني مثلاً أنتوا من البداية يعني يكون مستحي منك. أي. عرفت فيعني يعطيك فايب إنه أوكي إذا مثلاً بتطلعون يستأذن منك إنه ما يقدر أنا تدري منو يتعذر. أنا اللي غثني منه اللي أقول له مثلا شنو ودك تاكل؟ إيه؟ يقول لي كيفك. هذا أنا صح. هل أنت أنا ليش أقول كيفك؟ أنا people pleaser غير. أوكي أنت تحب ترضي الناس. أنا إيه. أوكي. بس إن هذا الشيء لازم ما أسويه. أوكي. عرفت؟ إيه. إنزين شنو الشيء اللي أنا تصدق على موضوع الصراحة؟ أنا الصراحة وايد الصراحة راحة تخليني أثق بالشخص لما يكون صريح. صح. أقدر يعني تقدر تثق فيه بكل مواقف. أي. فلازم يعني الصراحة تكون مهمة. أوكي هلوين. حلو. أنا بقول لك شغلة. قول لي. هني عندنا راوتر نتجير. أي تكفى. 5G. شو وضع هذا؟ هذا طال عمرك سعره 12 دينار. حلو. 12 دينار. إنترنت كاباسيتي up to 1 terabyte. يعني 12 دينار. بسيط وخفيف. يعني هذا اقدر العب فيه التيمت تيم فيفا. هذا طال عمرك تقدر تسوي فيه، تقدر تلعب التيمت تيم، تقدر تحطه بمخبات المعرس بالعرس علشان الكل يشبك. تقدر تحطه بنص الصاله. حلو. اي مكان. اوكي ممتاز. انا باخذه حق اول يوم العيد. اوكي. زين شعابي قول لي ابي what is the happiest moment of your life so far. أسعد لحظات حياتي. أسعد لحظة بحياتي صراحة لما تخرجت من الجامعة. والله أتفق. أي. يا أخي هم ونشال. لما سلمت آخر أسايمنت يعني. هم ونشال. بس أنت بس تطق ترنن. أي. عرفت بس إن خلاص شيء ينشال منك. كنك تخيل إنك لابس شي جنطة ثقيلة. أي. وبس تشيلها وتوسخها خلاص. بس كانت من. وتروح همومك تنشال كلها. أي. تفضل. زين عزوز شنو الشيء اللي تغير فيك بعد ما بلشت البودكاست؟ احس صار عندي معلومات اكثر. عن شنو؟ عن الصحة النفسية بشكل عام. اوكي. يعني المواضيع اللي شاركناها اي من قبل لا نسجل يعني مع المارينا. اي سجلنا وايد حلقات. اي تقريبا 67 68 حلقة. اي وايد قلنا معلومات بالصحة النفسية، وايد شاركنا تجارب. اي انا اتدخل علي احد المتابعين صدمني. قال لي انا بقول لك شيء بس لا تخاف. زي بلشها معاكي بقول لك شيء بس لا تخاف. انا خفت. اي قلت له ليش خفتون؟ كان يقول لي انا سامع كل الحلقات. زين. وسامعها اكثر من مره. زين ويقول اقدر اعطيك تقرير كامل معلومات عنك انت. عني تقرير أنا. كامل. اي يعني سامري ولا لا؟ يعني قال اسمي. إيه؟ زين اسم اخواني ملقط من كل الحلقات. اوكي. لوني المفضل. إيه؟ وجبتي المفضله شنو؟ نوع سيارتي؟ كل شيء قال لي اياه. انا انصدمت. ما خفت؟ لا لانه قال لي لا تخاف اسمع الكلام. بس انا احب جوك. إيه؟ والله احب جوك. ما خاف. على طول تسمع الكلام. إيه؟ لا تبوق لا تخاف. لا تبوق لا تخاف. صح. حلو يا شعبي. زين what is the childhood memory that you remember. ابي ذكرى بالطفولة وايد تذكرها. ما انساها. ما تنساها. شوف حزوز انا قبل كنت ضعيف. زين
ضعيف يعني يعني نحيف 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 يعني مو كاميرا زايدتك 30 كيلو لا هذه كانت رغيشنا ريال اي هذه كانت ريالنا فاذكر الذكرى اللي ما انساها لما كنت ضعيف شاركت مره بيوم الرياضه بالمدرسه فسباق ركض وفزت الاول صجعات اي والله ما اذكر انت ما كنت تعرفني وقتها زين فزت وكانت يعني اول ما هذه اول واخر مره افوز بشيء رياضي بحياتي لا لا بس تذكر يوم نلعب بطولة الجمعية اي بس فعلا يوم انت كنت الحارس اي انطقينا طيق يوم احنا شوف لا لا خلينا نكون صريحين اي اول جيم فزنا حلو فزنا ثاني جيم متنا صدق اذكر ثاني جيم اللي كابتن اندقينا سبعة ما ثمانية واحد اللي بعد كل ما يدش جول اطالع عزيز اقول له عزيز شو نسوي عزيز 4-0 شو نسوي يقول لي ما عليك كمل كابتن قولنا جول شرف كان في جول يعني شاوت اوت جراح اللي قول الجول اوكي الحين اذكر جراح قول الجول شاوت اوت كان بلنتي بعد كنا كان بلنتي خزرانين 7-1 خزرانين 7-1 ومعطينا بلنتي هذا اصعب شعور بس تصدق الفريق اللي فاز علينا بالبطوله خذ البطوله اوكي يعني احنا كنا صح تقدر صح. تقول كنا منافس صعب اي بس يعني الجيم اللي قبله فزنا 2-1 الحين اذكر الجيم الجول الاول قوله عليوي حلو على اساس اللي قاعد يسمع يعرفون عليوي وجراح يمكن عليوي قاعد يسمع ما تدري صح صح شاوتاوت عليوي شاوتاوت عليوي الجول الثاني انا قولته اوكي مهاجمك المحترف راس الحربه البنز عزوز ستيكس عزوز ستيكس راس الحربه ماله متى اخر مره لعب كره عاد قول لا من زمان بس بطلت شنو الهبه الجديده شنو لا لا راح اصدمك تكفى قول لي بادل تكفى انزلي بادل عزوز ايش راح حق اللي ما يعرف شنو يعني بادل او بس بادل زين هي مكس حلو تنس ارضي مو طاوله تنس وسكواش بس أوكي. يعني مو نفس قوانين السكواش اوكي بس فيها يعني الشبك والجام ملوت سكواش عرفت فالبادل رياضه اسبانيه اعتقد طلعت بالستينات او اخر الستينات أوكي. حق نبلاء نبلاء اسبانيا يلعبونها كان يلعبونها النخبه الهاي كلاس اللي هم واحنا هم غير واحنا غير احنا وانتو احنا وانتو زين هذول كانوا يلعبونها فيت لنا هالرياضه قبل سنه ونص او سنتين اعتقد صح اوكي زين والله كنت اشوف اخوي يقول لي بادل كم يروح يلعب بادل ايش انا ما ادري ايش قاعد يقول هذا حلو ايش قاعد يقول هذا انزين شنو بادل فوالله ورحت ولعبت طال عمرك اللعبة سهلة جدا اوكي يو سيرف ذا بول سيرف انزين ارسال وطريقة تحس بالاقوال نفس التنس اوكي فولت 15 13 40 زين تحسها لعبة سهلة يعني اي شخص حتى لو ما كان رياضي يقدر يلعب احس كل الناس ممكن يلعبون بدل وكل الاعمار ممكن تلعب بدل حيل سهلة اللعبة أي. بس شنو لما تعمق فيها يصير فيها يعني كومبتيتيفنس اكثر اوكي عرفت فصير فيها تحديات اكثر يصير فيها هني تتعلم مثلا شلون تلف الكرة وين تطقها باي زاوية شلون ترد السيرف اذا كان صعب شلون تخلي سيرفك صعب عرفت فلعبة ممتعة يا شعابي وانا راح اخذك معاي في يوم من الايام ضروري زي بس لازم نلعب بعد الفطور ما يصير قبل الفطور لا قبل الفطور حجي شنو ناوي علي شنو ناوي اتحداك يعني اتحداك اذا بتلعب قبل الفطور انا ما عندي مشكله اوكي بس اتحداك اوكي زين انا تعال صج ما سالتك شنو فطوركم اليوم عزوز اليوم فطورنا كانوا مسوين تشريب ومقلين سمبوسه ومقلين تشيكن ناجتس بعد الله احنا شوي يعني بعد شوي نتسحر وش اسمه وراح نفر لنا على كم شيء قلته اي احب السمبوسه انا صدق شنو اكلتك المفضله في رمضان في رمضان في رمضان انا اقول لك احب السبرينج رول اي السبرينج رول اللي يكون فيه جبن الله لذيذ عرفته انا احب المقالي اي شيء مقلي برمضان انا لو يقلون لو يقلونك راح اكلك لو يقلون القلم هذا هم بنوكل حط له بقسمات ومشي امورك مش تمشي الليله احب اقول لك يعطيك الف 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 عافيه على هذا الاداء وهذا البودكاست حبيبي الجميل الخفيف اللطيف وانت عندك
كلمة تبي تقولها أو شعر قبل لا نختم الحلقة؟ تفضل المايك لك، بس أنا راح أردد وراك. تفضل. يا عزيز يا أبو خشم كبير كبير خشم أنت. لا ما يصير قبل لا تبلش الشعر قاعد تضحك. عزوز يا أبو خشم كبير كبير، خشمك خلاني أطيح من السرير سرير، خلاني أبكي مثل الطفلة الغريب. لا تضحك يل تعابي يعني أخجلتني بالشعر. حاضر والله كان جميل. ترى هذا توه شيء طلع عندي على السريع. أنت عندك ترى المهارة هذه. أي. عندك مهارة الرايمز. أوكي. You can rhyme words together. القافية يعني. عندك قافية. أي. زين شعابي أنا بسألك سؤال أخير. أي. شنو ممكن تفيد العالم فيه؟ أنا. أي. هي. هذا very deep سؤال. والله سؤال يعني أنا شنو ممكن أفيد العالم فيه؟ بس هذا سؤال. شنو ممكن تفيد العالم؟ وإن what can you benefit the world؟ والله عزوز أحب أساعد الناس يعني. إيه. فممكن إن. أنت هل أنت تؤمن مثلاً إن إذا ساعدت الناس الناس بتشوف وتساعد غيرها؟ ما أدري، بس أنا أؤمن إن إذا ساعدت كما تدين تدان، إذا ساعدت شخص بيك شخص بعين يساعدك. حلو. بس حبيت إنه يعني قصدك إن إذا شافني أنا أساعده يقول خلني أنا أساعد غيره. إيه ممكن. إيه أنا أفكر كذي صج. إيه ف يعني أنت تنشر تقدر تقول إنك تنشر المساعدة. أوكي حلو. وكل يساعد الثاني. حلو عرفت. حلو. زين شعابي أبي أقول لك وبسألك سؤال. إيه do you have a conspiracy theory؟ نظرية مؤامرة. عندك تؤمن بنظرية مؤامرة؟ شوف أنا ودي أتكلم عن نظرية مؤامرة بس إنه يعني ما أبي أثير الجدل. لا أثير الجدل بس يعني عطنا خفيف. إنزين يعني نظرية الأرض المسطحة. زين أنا ما أؤمن إن الأرض مسطحة، الأرض كروية. من هذا المنبر أقول. إنزين الأرض كروية. كروية وليس مسطحة. مسطحة. لا تكفى لا أحد يصدق إن الأرض مسطحة. لكن في بنتفليكس حلو وثائقي. إنزين يتكلم عن هذا الموضوع. إيه؟ فكانت أول مرة بحياتي أشوف إن الجماعة اللي يؤمنون بهذا الشيء يقدمون أدلتهم ووجهة نظرهم في دلائل بالنسبة لهم. إيه يعني هم عندهم أشياء. إنزين يقول لك إن هذا، فأحس إنه مو شرط تصدقها بس it's interesting إنك تسمع الجانب الآخر شو يقول. حلو وعطني مثلاً دليل صغير. ما إذا تذكر. ما هم قالوا شيء يعني يتكلمون عن شلون إنه مثلاً القطب الشمالي إنزين مستكشف يعني تم دزوا فيه بعثات يروحون يدرسونه وكذي، بس القطب الجنوبي لا. أوكي. القطب الجنوبي دائماً يقول لك إن الأجواء اللي فيه اللي صعبة. هو صوب أنتاركتيكا. أيوة. إنزين. اللي هي قارة أنتاركتيكا. وهو لأن هذا آخر شيء اكتشفوه أنتاركتيكا ترى. إيه بس يقول لك إنه يعني ويعني الأركيولوجي اللي صار على أنتاركتيكا حيل شوية. أي. ومو كمية كافية. بس هذا ما له شغل يعني بسطح الأرض يعني إنه مو مسطحة. هما قال إيه هما إيه شيء كذي والله ما أدري. بسيط. يعني مثلاً إذا رحت آخر شيء يسار اللي هي أمريكا. يعني بعدها شنو ما في شيء حفرة بطيح. هما شو يقولون؟ يقولون إن 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 مركز الأرض هو القطب الشمالي وإحنا ندور حوله. ما فهمت. لا يعني أوكي يعني بالنص القطب الشمالي. إيه. إنزين وأطراف الأرض القطب الجنوبي مثلاً. إيه. وبالنص إحنا. أيوة. وإحنا ندور حول. إيه. يعني هي مسطحة بس دائرية. أي يعني 360. أيوة بالضبط. أوكي. يعني أنت مثلاً إذا عندك مجسم حق الكرة الأرضية. إيه. حلو مو القطب الشمالي فوق. إيه. أنت تبطله من تحت. أوكي. وتفرد دائرة. اي وتصير حوافنا هي القطب الجنوبي عبارة عن جدار جليدي. يا شيخ عقدتني يا شيخ. ما ادري هم هذا اللي يقولونه. انا غلطان سألتك هالسؤال. اي انا غلطان سألتك. يعني هو يعني انا ما اؤمن بهالشيء بس ان الدوكيومنتري يعطيك نبذة. زين يعطيك العافية شعابي. احب اشكرك على الاداء هذا. اي وكان معاكم شتكس وشعابي في بودكاست الدائر الرابع عبر أثير إذاعتي مارينا اف ام. ولا تنسون الراوتر نتقير ها. اي مارينا تي في راح اخذه معي. راح نوخذ معي. راح نوخذ. ثانك يو اول فور لسنينج. طيب العافية. باي. خلصت حلقة اليوم من بودكاست الدائر الرابع.
نلقاكم باكر الساعة 12:30 الليل على مارينا اف ام ومارينا تي في.